عن خطورة الفضيلة الواحدة التي تضحي بفضائل أخرى لاكتسابها. يعني خذوها قاعدة ان كل فضيلة تضيع عندك فضيلة اخرى يبقى مش من ربنا. مفيش فضيلة تضيع فضيلة، كل الفضائل تتعاون معا وتتكامل معا، ومفيش واحدة تضيع الاخرى. حتى الفضائل التي تبدو امامك فيها شيء من المتناقضات، المتناقضات دي تدل على عدم الفهم، لكن ما فيش تناقض بين الفضائل. ولذلك الشخص الروحي ممكن ان يجمع بين الحب والحزن، وبين الوداعة والشجاعة، وبين العدل والرحمة، وبين الخدمة والتأمل، وبين الصمت والكلام الجيد. يعني ما فيش حاجة ضد بعضها. فعايزين ناخد أمثلة لهذا الأمر. خذوا مثلا الحب والحزن. السيد المسيح كان يحب الكل، واحب خاصته حتى المنتهى. قيل كده: كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. ومع ذلك كان حازما في اوقات معينه. الحب لا يمنع الحزن. لما اتكلم عن الصلب وبطرس قال له: حاشاك يا رب. قال له: اذهب عني يا شيطان، انت معفرة بي، لانك تهتم ليس بما لله لكن بما للناس. في متى 16. اذا وقت اللزوم كان بيستخدم الحزن. ومع محبته لتلاميذه فأوقات كثيرة كان بيوبخهم. لما قعدوا يفكروا مين هو الأول فيهم قال لهم: لا، الكلام ده مش صح، لا يكون فيكم هذا الفكر، لأن رؤساء الأمم بيسودونهم والملوك عليهم بيتسلطوا عليهم، لكن أنتم من أراد أن يكون الأول فليكن الآخر، ومن أراد أن يكون سيدا فليكن خادما للكل. ولما أغلقت إحدى مدن السامرة أبوابها في وجهه، وتلميذين من تلاميذه قالوا له: هل تشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ابن الإنسان جاء يخلص العالم لا ليهلك العالم. السيد المسيح على الرغم من محبته للكل كان حازما في اوقات كثيره. واحنا بنقول له في الشعر: يا قويا ممسكا بالصمت في كفه، والحب يدني من معك. في قوه في مسك الصوت، وفي حب في العينين. ليه نقول الحب والحزن يكون مع بعض؟ يعني ساعات من الاخطاء اللي بتقع في محيط العائلة ان الاب والام يوزعوا الحب والحزن بينهم. الام عليها الحب والاب عليه الحزن، بحيث لو ولد غلط او فكر انه يغلط ام تقول له: لا، احسن ابوك يزعل منك، احسن ابوك يعاقبك. طب وليه بس بتجيب ابوه بس؟ طب ما تقولي له: احسن انا نفسي ازعل منك او اعاقبك. مش بس حكايه الاب لوحده.
او مثلا رئيس عمل لكي يكسب محبة مرؤوسيه يتهاون معاهم ويسيبهم يغلطوا ولا يعاقب المخطئين من اجل الحب، بالشكل ده تكون في نتائج سيئة والعمل يفشل. اذا لازم الواحد يكون عنده الاثنين، الحب والحزن. الحب لازم عشان اللي يطاوع يطاوع عن حب وليس عن رعب، والحزم لازم علشان يحفظ النظام ويحفظ القيم. ولذلك المدرس اللي في أي مدرسة مفروض يكون يحب تلاميذه وفي نفس الوقت يكون حازم، وإلا التلامذة هيلعبوا بيه. يوسف الصديق كان حازما جدا في معاملة إخواته، ولكن في نفس الوقت كان عنده حب كبير، لدرجة ان لما عرفهم بنفسه يقول له رفع صوته وهو بكى. الاثنين موجودين مع بعض. او مثلا يقولوا الراجل ده كويس قوي، راجل طيب ومحب ينفع اسره. لا، ان ما كانش حازم ما ينفعش. من جهة الحب يصلح اب، لكن كأسقف لابد يكون عنده حزم ويعرف فين الصح وفين الغلط وما يخليش الامور تمشي غلط. ايضا الوداعة والشجاعة. السيد المسيح كان وديعا جدا، وديع ومتواضع القلب، وقيل عنه في وداعته انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يصف. لكن في نفس الوقت كان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها الكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. وكان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الزمان وقال لهم ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمارها. كان حازم وكان شجاع. فالوداعة مش معناها قلة الشجاعة. مش الوداعة يعني الانسان يبقى جثة هامدة لا نخوة ولا شجاعة ولا شهامة ولا حياة. لا، ده ما يبقاش على صورة الله ومثاله. مفروض يجمع دية ودية. في ناس كتير من اجل الوداعة يفقدون الشجاعة، وناس بسبب الشجاعة يفقدون الوداعة، وفي شجاعتهم يتطوروا يلخبطوا في الكلام يغلطوا. مفروض الانسان يجمع بين الامرين. الله كان يحب وكان ايضا يؤدب، الاثنين يمشوا مع بعض. داود النبي كان وديعا لدرجة ان احنا بنقول في المزمور اذكر يا رب داود وكل دعته، كل ودعته. وفي نفس الوقت كان شجاع، وقف قصاد جولياد وقال له اليوم يحبسك الرب في يدك.
كان شجاعا وكان وديعا الاثنين مع بعض. ابراهيم اب الاباء كان وديعا وكان شجاعا. كان وديع في معاملته للناس وفي معاملته لامرأة سارة، وفي نفس الوقت كان شجاع لما انقذ اهل سدوم وملك سدوم يديله حاجة من الغنائم، قال له لا ما خدش منك ولا شعراية لئلا تقول انا غنيت ابراهيم. أشياء انه حاضر. فالمفروض الواحد يكون الاجوار انه وديع شجاع. موسى النبي قيل عنه في وداعته في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. حليم جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. ومع ذلك لما موسى نزل من على الجبل ولقاهم بيعبدوا عجل ذهبي مسك العجل الذهب يعني هو مش عجل صغير يعني ده على شكل عجل وصحن وصحن وفتته فتابيه وزراه في الهواء وشخص هارون رئيس الكهنة لدرجة هارون خاف منه وقال لي يا سيد أنا يا دوبك دخلت الذهب في النار طلع عكس. يعني كان شجاع جدا، كان شجاع في موقفه ضد فرعون وكان وديع جدا في احتمال الشعب في البرية. فممكن واحد يكون وديع وشجاع، لكن وديع يعني يمشي جنب الحيطة وما يعملش زيطة؟ لا. نفس الأمر نقدر نقوله بالنسبة أيضا للرحمة والعدل. أنا دايما كنت بقول لكم إن الله رحمته وعدله مع بعض، يعني هو عادل في رحمته ورحيم في عدله. عدله مليان رحمة ورحمته مليان عدل. لأن البعض يجي يقول الرحمة انتصرت على العدل في مغفرة الخطايا. لا، الرحمة ما انتصرتش على العدل، الرحمة امتزجت بالعدل فكانت رحمة عادلة، وعدل امتزج بالرحمة فكان عدلا رحيما. مفيش تناقض. امتى يحصل تناقض؟ لما العدل ينحرف ويتحول الى قسوة ما يبقاش عدل سليم، او الرحمة تنحرف فتؤدي الى استهتار وتسيب، يبقى ده في غلطة في نوعية الرحمة وغلطة في نوعية العدل. مفيش فضائل بتتناقض ابدا، انما هم كلهم يمشوا مع بعض. المسيح كان طيب وكان قوي. الطيبة مش معناها عدم القوة، والقوة مش معناها عدم الطيبة. كان طيب في معاملته للأطفال وفي معاملته للمرأة الخاطئة وللنساء عموما، وكان قويا في الهيبة بتاعته. يعني في الطيبة بتاعته سمح للشيطان انه يجربه، وفي الهيبة بتاعته اللي محله جلسة بيا شيطان خبعه وجل ما قدرش يقف وصاله. في الطيبة بتاعته سمح للجنود انهم يقضوا عليه، وفي
في الهيبة بتاعته لما قال لهم انا هو، وقعوا على الارض من الهيبة بتاعته. فكان طيب وكان قوي. كان قوي، كان قوي في كلامه وفي تأثيره وفي مواقفه العديدة. نقطة أخرى نقولها في الفضائل اللي البعض جايز يفتكر إنها ضد بعضيها، البساطة والحكمة. في ناس يفتكروا البساطة عن السذاجة، يعني شخص بسيط يعني على نياته، ولما يغلط غلطات ويقع فيها يقول معلش ده راجل بسيط. لا، هو راجل بسيط يعني ما يفهمش. المسيح بيقول كونوا بسطاء حكماء. كلمة البساطة بالضبط يعني عدم التعقيد، مش عدم الحكمة. البساطة يعني ايه؟ عدم التعقيد. ممكن انسان يكون بسيط في اسلوبه وكلامه كله حكمة وعمق، فيجمع بين العمق في المعنى والبساطة في التعبير. او تكون الحكمة في عقله والبساطة في قلبه ويمشوا مع بعض، لكن ما فيش حاجة تضيع الثانية. مش معنى انسان بسيط يعني يلهو به الغيب ويلعبوا به، لا، يلعبوا به ده لا، لازم يكون حكيم. ومش يعني انسان بسيط انه يصدق كل الكلام اللي بيتقال له. طب افرض الكلام اللي بيتقال له ده من العقل ما يقبلوش او الواقع ما يقبلوش، امال الآية اللي بتقول المحبة تصدق كل شيء؟ يعني بالنسبة لربنا تصدق كل مواعيد، لكن مش معناها تصدق كل شيء من الناس، وإلا الفراتقة ممكن يخدعوا المؤمنين يصدق كل حاجة. يصدق لا، يصدق إن العقل يرجع ويبتدي في الحكمة مش مجرد البساطة. ناخد نقطة تاني غير دول كلهم، وحكاية مثلا الخدمة والتأمل. في انسان يهتم بالخدمة اهتمام كبير جدا لدرجة ما يكونش عنده وقت لا للصلاة ولا للتأمل ولا الحياة الروحية، وفي انسان يهتم بالتأمل فقط ويمتنع عن خدمة أي أحد، وبعدين تقف أمامه الآيات بتاعة الرحمة والإشفاق على الآخرين ومساعدة الفقراء والمرضى والحاجات دي. إنسان الروحي يجمع بين الخدمة والتأمل. يعني مثلا نجد واحد زي ايليا النبي كانت الخدمة قوي جدا، استطاع ان هو ينجي البلد من انبياء الكذبة، من انبياء البعل والسواري، ويقف ضد اخاب الملك ويوبخه في قوة وشجاعة. وفي نفس الوقت كان بتاع تأمل على جبل الكرمل في قبل أوقات كثيرة. السيد المسيح كان في الخدمة يجوب المدن والقرى، يكرز بشارة الملكوت
ويشفي كل مرض وكل ضعف الشعب. ومن جهة التأمل كان له أوقات كثيرة جدا للصلاة في آية لطيفة يوحنا 8:1 يقول: فذهب كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون. في جبل الزيتون وفي بستان جثيماني كانت المسيح أوقات كثيرة للتأمل مع وجوده للخدمة، مع أنه كان بيعز حوله الآلاف من الناس كما في الأزع على الجبل وكما في قصة زكا وغيره، لكن في نفس الوقت كان ليه الجلسات الهادئة بتاع التأمل. نفس الوضع ده نقدر نقوله على بولس الرسول. لا يوجد واحد من الرسل خدم مثل بولس الرسول. الراجل خدم في اورشليم وفي انطاكيا وفي قبرص وفي اوروبا، في بلاد كتيرة جدا في اوروبا، واسس كنيسة روما ووصل الى اسبانيا. وقال في الخدمة في المقارنة بينه وبين الرسل، قال: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، مين يضعف وأنا لا أنتهي؟ وشرح كثير خدمته دي. ومع ذلك بولس الرسول كان عنده التأمل في إنه صعد إلى السماء الثالثة وسمع أمور لا ينطق بها، فكان ماشي في الاثنين، في دي وفي دي. لكن واحد يفتكر انه يمشي في التأمل يعني يبطل خدمة، تقول لي: طب وايه رأيك في الرهبان وفي السواح؟ كانوا بيعيشوا صحيح في حياة التأمل، لكن إذا عرضت عليهم فرصة للخدمة كانوا يقوموا بها على الآخر. القديس أنطونيوس الكبير كان عايش في الجبل وحياة الصلاة والتأمل عنده على الآخر، ومع ذلك رب التلاميذ أكثر واحد كانت له تلاميذ في الرهبنة هو القديس أنطونيوس، بل كل زعماء الرهبنة وقادتهم الأول كانوا من تلاميذ القديس أنطونيوس. فممكن الواحد يجمع بين دي وبين دي. نقطة تانية ممكن نقولها، وهي الدموع والبشاشة. واحد يفتكر ان فضيلة الدموع هي كل حاجة ويقول بكآبة الوجه يصلح القلب. ده صحيح، لكن يحط جنب دي: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا، في فيليبي 4:4. مفروض ان الدموع تكون بين الانسان وبين ربنا في مخدعه، والبشاشة تكون بينه وبين الناس في اختلاطه بهم، وإلا سنعطي الناس صورة قاتمة محزنة عن القداسة، إن الواحد علشان يبقى قديس لازم يمشي مكشر وعمره ما يبتسم وعمره ما يضحك. لا، الكلام ده مش معقول، ده الناس يخافوا ويتدينوا. القديس أرسنس الكبير قيل عنه انه كان راجل دموع، لدرجة من كثرة الدموع حفروا زي اخدودين في خده، اخدودين يعني، وبيقولوا تسقطت احيانا رموش عينيه من كثرة الدموع. ومع ذلك كان رجلا بشوشا. فمفروض الانسان اللي يهتم بكآبة الوجه يهتم ايضا ببشاشة الوجه
ويعطي صورة طيبة للتدين. نقطة أخرى ممكن نقولها وهي المحبة والمخافة. في ناس يضع أمامهم المحبة فقط، ويقول له مفيش مخافة، والمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. طب ومين وصل للمحبة الكاملة؟ مفيش حد. لكن مع ذلك المخافة، بيقول بدء الحكمة هي مخافة الله، ورأس الحكمة مخافة الله. والإنسان اللي ما عندوش مخافة ربنا لا يمكن يصل إلى محبة ربنا، مستحيل. وإحنا بنكرر عبارة المخافة كثيرا في قداساتنا. نقول ساعة الإنجيل وساعة حلول الروح القدس، نقول اسجدوا لله بخوف ورعدة بساعة حلول الروح القدس، ساعة الإنجيل نقول قفوا بخوف من الله ونصرتوا الإنجيل المقدس، وصلاة الشكر اللي بنكررها باستمرار نقول امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل اعمالنا بكل سلام مع مخافتك. العبارات دي تتكرر كثير في القداس الهي، لكن واحد يقول لا اخاف الله لاني بحبه، لا، تبقى مخافه الله ولكن تتحول الى نوع من المهابه وليس الرعب. زي واحد يهاب اباه ويحبه، هل محبته لابوه معناها انه لا يهابه؟ المهابه هي المخافه. واذا فكر بس الواحد انه يشوف فقط ايه هي الايات بتاعه المحبه ويسيب ايات المخافه، يقول له السيد المسيح كما قال لكثيرين تضلون إذ لا تعرفون الكل. نكتشف كده صدق.